مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في أولى حلقتنا وبرنامجنا الجديد المحترف في الدوري المصري. زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين، كنا طبعا بنطلع كل يوم اثنين وخميس على تغطية الكرة العالمية شكل جديد، وإن شاء الله برنامج جديد هيكون موجود مع حضراتكم المحترف في الدوري المصري. زي ما احنا مستمرين مع حضراتكم تغطية كاملة للكرة العالمية والدوريات الخمس الكبرى يوم الاثنين إن شاء الله، لكن كل يوم جمعة مع حضراتكم بنقدم لكم برنامج جديد المحترف في الدوري المصري. الحقيقة يعني قعدنا إدارة القناة وقعدنا مع فريق العمل، وعايز أوصل لحضراتكم فكرة البرنامج إيه. أكيد هنعمل يعني حصاد لكل جولة من جولات الدوري المصري، هنتابع كل المباريات سواء في الدوري المصري أو كاس مصر، ولكن الحقيقة هنقدم لكم طبيعي، هنقدم لكم كل الإحصائيات وكل الأرقام وكل النتائج وجدول الترتيب والهدافين وكل ما يخص الدوري المصري والكرة المصرية. لكن الحقيقة مش ده الهدف الأساسي، يعني أكيد طبعا الحصاد عندنا الأرقام والإحصائيات، هيكون معانا نجوم وعندنا محللين على أعلى مستوى، لكن خلونا يعني أنقل لحضراتكم بالظبط فكرة البرنامج. الحقيقة دايما النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي حريصة أنها يعني بتقدم محتوى يعني أولا يفيد المشاهد بشكل كبير جدا، وكمان على المستوى الرياضي يفيد الكرة المصرية بشكل خاص. الحقيقة يعني البرنامج المحترف العالمي بنقدم لكم صورة رائعة للدوريات والكرة العالمية، وبنطلع منها ما يفيد الكرة المصرية. كمان هنا في برنامج المحترف في الدوري المصري هنقدم ونتكلم على الدوري المصري ونتكلم على قضايانا، عندنا قضايا كثيرة جدا وملفات كثيرة جدا جدا في الكرة المصرية وفي الدوري المصري. الحقيقة كل يعني هنقدم من خلال دوت، هيبقى في زي مراية كده، هنقدم إحصائيات وأرقام وجداول، وهنبدأ شوية نقارنها بما يحدث في الدوريات الأخرى، الدوريات على المستوى الأوروبي. على طول أول ما أقول كده الناس تقول لك يا كابتن هاني احنا فين وهم فين، دايما المقولة ديت، ودايما الناس بتقول ياه ده احنا بعيد قوي. صدقوني يعني هو ده دورنا، واعتقد ده كمان من الادوار المهمة جدا جدا للاعلام الرياضي، ان احنا نتكلم على سلبياتنا ونتكلم على قضايانا بشكل محترم. مش بس كده، كمان نقدم الحلول. فكرة البرنامج حصاد للدوري المصري والكرة المصرية، ولكن الأساس كمان النقاش وطرح القضايا التي تفيد الكرة المصرية. عندنا قضايا كثيرة جدا، وكل أسبوع ممكن يكون عندنا قضية. الغرض من طرح هذه القضية هو إيجاد الحلول، إيجاد الحلول على مستوى يقربنا شوية، زي ما بنتكلم والناس بتقول يا ده احنا بعيد قوي، ولما اتفرجنا على المنتخب المغربي في كأس العالم قلنا يا ده احنا بعيد قوي. ومش هكذب على حضراتكم، كل الجيل الصاعد والجيل الولاد الصغيرين مهتمين جدا جدا بالدوريات الأوروبية، وعندهم حق، لأن عندنا يعني عندنا في الدوري المصري حاجات كتيرة جدا جدا لازم تتعمل علشان نقرب. وطول ما احنا بنقول احنا بعيد قوي يا كابتن واحنا مش هنقدر يا كابتن، هنفضل واقفين في نفس النقطة. لا، من خلال المحترف في الدوري المصري هنقدم لحضراتكم الحلول. الحمد لله من خلال خبراتي 15 سنة في أوروبا شفت الناس دي بتشتغل ازاي في كل الملفات، على مستوى الدوري الالماني، على مستوى النقل التلفزيوني، على جميع المستويات. والحقيقه انا هدخل حضراتكم معانا في هذا الموضوع، يعني هنتواصل مع حضراتكم يعني من خلال السوشيال ميديا لقناه النادي الاهلي وبرنامج المحترف، هنتواصل مع حضراتكم لطرح هذه القضايا، واللي عنده فكره واللي عنده حل من الحلول هنتواصل ويكون موجود معانا. مش بس كده، كمان هننزل مع حضراتكم في الشارع. انا عارف يعني الجماهير اللي بتحب الكوره، يعني تقدر تقول 100% او 95% من شعب مصر بيحب الكوره وعايز دايما بلده على المستوى المحلي وعلى مستوى منتخبنا تكون في احسن حال، وبالتالي هتلاقي حوارات على مستوى الشارع الرياضي، هناخد ارائكم وناخد ونطرح القضايا بشكل يعني يليق اولا بحضراتكم ويليق باسم الكيان وقناة النادي الاهلي اللي انا بتشرف ان انا موجود فيها، وبالتالي ان شاء الله باذن الله هنقدم محتوى رائع.
هنتكلم على كل القضايا زي ما قلت لحضراتكم، يعني تابعونا وهتلاقي ان شاء الله محتوى اكتر من رائع. ويا محاسن الصدف، احنا كمان على ابواب مباراه كبيره جدا 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 على مستوى الشعبيه، على المستوى الجماهيريه. عندنا مباراه ان شاء الله بكره مع فريق نادي الزمالك في الدوري، وزي ما قلت لحضراتكم دائما وابدا مباريات النادي الاهلي والزمالك بيتابع يعني بيشاهدها ويتابعها الملايين، مش بس في مصر، ما زال حتى على مستوى الدول العربية لسه كمان المصريين المتواجدين في الخارج، إذا كان في أمريكا أو حتى في كندا، بيتابعوا هذه المباراة، لأن دايما وأبدا مباراة القمة ما بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي والنادي الزمالك. الحقيقة أنا عايز أخد قبل ما نخش، هنتكلم طبعا فنيات وهنتكلم في إحصائيات وأرقام كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل، ولكن كمان عايز أقول لحضراتكم الأهم في هذه المباراة. دايما بنتكلم على ما أهمية مباراة النادي الأهلي والزمالك بعيدا على المستوى الفني والنقاط والدوري. أنا في اعتقادي الشخصي دي نقطة مهمة جدا، إن احنا نشتغل على هذه المباراة في محاولة، ولازم يكون في محاولات لتحسين يعني الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، على تحسين الصورة للجدل الذي يثار بعد وقبل المباراة في شكل لا يليق باسم مصر والكرة المصرية. خلينا نتكلم بكل أمانة، السوشيال ميديا ودايما يقول لك الترند، دايما موضوع الترند واخد مع من خلال السوشيال ميديا بياخد، وأول ما تسمع كلمة الترند ده تقول يا لا ده ترند، ده الراجل عامل حاجة سلبية عشان يتكلم عليها وعشان يعمل فرقعة وعشان الناس تخش و احنا ان شاء الله هنا في المحترف في الدوري المصري هنعمل ترند ايجابي، ترند بطرح القضايا زي ما قلت لحضراتكم، وهنبدا من مباراه النادي الاهلي والزمالك. هنتكلم فنيا زي ما قلت لحضراتكم، ولكن الاهم المسؤوليه الكبرى التي تقع على عاتقي القطبين، سواء على المستوى الاداري، على المستوى الفني، وعلى مستوى الجماهير. على مستوى الاداري، مجالس الاداره لازم تحترم هذا اللقاء بشده، ويكون تنافس قروي بشكل يليق باسم الناديين وباسم مصر. على مستوى الإدارة الفنية، هي يعني مباراة مبارزة ما بين إدارة فنية في النادي الأهلي ونادي الزمالك، بيحترموا بعض بشكل جيد جدا، ونفسي يحصل حاجة يا جماعة زي كده. ما بنشوف قبل المباراة الأجهزة الفنية بتسلم على بعض واللاعبين بيسلموا على بعض، واجب جدا جدا كمان ان يكون بعد المباراه هذه اللقطه. انا دايما بتكلم على الصور التي بتدي رسائل للجماهير، لان دور الجماهير مهم جدا جدا. اتكلمت على الاداره، اتكلمت على الاداره الفنيه، كمان على مستوى اللاعبين عندنا ثقه في لاعبتنا كبيره جدا، وعندنا ثقه في فريق النادي الاهلي انه سيظهر بمستوى حضاري. انا بتكلم بعيد عن الفنيات، ده مهم جدا ان كمان اللاعبين داخل الملعب يظهروا بصوره جيده، بصوره الفير بلاي. حارب على كورتك وحارب لفرقتك واشتغل فنيا زي ما انت عايز، ولكن بيبقى فيه صور معينه ولقطات معينه حتى بتنعكس على مردود الجماهير. يعني ما نلاقيش لعيب على مستوى انه يعني الإصابات، ويعني على مستوى الالتحامات، على مستوى التنافس خارج إطار كرة القدم، على مستوى الاحتجاجات، على مستوى يعني في مستويات كثيرة جدا بتبع الصور يا إما إيجابية وإما سلبية. اللاعبين داخل الملعب بيلعبوا بشكل فني يعني كما يليح لهم وكما وضع المدير الفني الخطة، لكن مهم جدا الروح الرياضية داخل الملعب من جانب اللاعبين، اللي بتنعكس بشكل كمان أكتر من رائع على مستوى الجماهير. مطلوب من الجماهير سواء جماهير النادي الأهلي والنادي الزمالك أنهم احتفال ديربي كبير جدا جدا، وبيرجعني الذاكرة لورا لما بفتكر الأجواء لمباريات النادي الأهلي والزمالك أيام ما أنا كنت بلعب. يعني برجع للثمانينات والصورة الحلوة، ودايما عندنا صورة جميلة جدا جدا، يا ريت يعني مش عارف لغايه دلوقتي ما بتظهرش ليه في السوشيال ميديا، صوره الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاته وهم بيروحوا يحيوا الجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الزمالك. للاسف في السوشيال ميديا الاثاره والغضب ويعني حاجات كتيره جدا بعيد عن اللي انا بتكلم فيه. من الواجب علينا ان احنا نشتغل ده، الجماهير
عليها دور كبير جدا جدا. شجع فرقتك زي ما انت عايز بصوت عالي بشكل اكتر من رائع بدخلات بابة، ولكن على مستوى الالتزام واحترام المنافس مهم جدا الكلام ده. شجع فرقتك بس، شجع فرقتك بس وعلى مستوى المنافس كل الاحترام من جانب جماهير النادي الاهلي لنادي الزمالك ومن جانب جماهير نادي الزمالك للنادي الاهلي. انا بتكلم معلش في دوت لان ده مهم جدا يا جماعه. زي ما بقول لحضراتكم احنا عايزين خطوه لقدام، عايزين دايما خطوه للافضل، مش عايزين دايما يبقى احنا مهتمين قوي ومركزين قوي مع كل ما يسيء للكره المصريه، مع كل ما يسيء لسمعه الكره والرياضه المصريه. ده مهم جدا ان شاء الله نشوفه في مباراه بكره باذن الله. وعايزين كمان يعني ان شاء الله باذن الله تكون الرساله وصلت لكل الاطراف اللي كل بتكلم عليها النهارده. كمان الحقيقه يعني انا شرحت لكم فكره البرنامج، وكمان يصادف مع البرنامج طبعا مباراه القمه رقم 125 على المستوى الفني. ان شاء الله كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي لاتساع الفارق ما بينه وما بين نادي الزمالك لثمان نقاط. هنتكلم على كل الفنيات ان شاء الله من خلال البرنامج. قبل ما نروح للفقره الاولى في برنامجنا كمان هنستعرض مع حضراتكم، وده كمان مهم نستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب بطولة الدوري المصري. حضراتكم عارفين يمكن كان في المباراة ما بين سيراميكا وسموحة، واعتقد انتهت لصالح سموحة بهدفين مقابل لا شيء. هنستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب مباريات ونتائج الجولة الـ 14. النادي الأهلي متصدر بـ 31 نقطة، وطبعا لسه مباراة. فيوتشر في المركز الثاني ب 30 نقطة، بيراميدز في المركز الثالث ب 27 نقطة، الزمالك ب 26 نقطة في المركز الرابع، المقاولون العرب وقفضة كبيرة جدا، والكابتن شوقي غريب عامل شغل أكتر من رائع مع المقاولين ووصوله للمركز الخامس ب 24 نقطة، الاتحاد السكندري 22 نقطة، في كان فوز مهم جدا والكامباك أكتر من رائع للمباراة الاتحاد السكندري في المباراة الماضية. غزل المحلة في المركز السابع 22 نقطة، النادي المصري في المركز الثامن ب 19 نقطة، فريق أسوان زهرة الجنوب في المركز التاسع ب 17 نقطة، المركز العاشر سيراميكا، المركز ال 11 طلائع الجيش، فاركو في المركز ال 12 ب 13 نقطة، سموحة، وكان حقيقة فوز مهم جدا لنادي سموحة النهاردة وثلاث نقاط تضعه في المركز ال 13، الداخلية في المركز ال 14 ب 13 نقطة، البنك الأهلي في المركز 15 ب 12 نقطة، 16 المركز السادس عشر حرس الحدود ب 11 نقطة، و إنبي في يعني في ترتيب مش متعودين إنبي في هذا الترتيب، وفي المركز 17، والنادي الإسماعيلي في المركز الأخير بثمان نقاط. هو طبعا يعني نادي سموحة بعد فوزه النهاردة بقى في المركز العاشر. الحقيقة نادي سموحة كمان زي ما بقول لحضراتكم يعني كان مباراة مهمة جدا جدا أمام سيراميكا، وفوزه النهاردة وضعه في المركز العاشر. ويعني نتائج واستعراض مباراة الجولة الـ 14 من الدوري إن شاء الله هتكون كمان موجود معنا، لكن كان مهم جدا كمان النهاردة نتابع مع حضراتكم جدول التسريب. بالنسبة عندنا كمان قائمة النتائج، نبص على النتائج بشكل سريع. فوز الداخلية فوز مهم جدا على حرس الحدود للابتعاد عن دوامة الهبوط، طلع الجيش التعادل 1-1 مع الإسماعيلي اللي بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا نادي الإسماعيلي، إنبي والخسارة أمام فيوتشر كامباك بالنسبة لفيوتشر في الدقائق الأخيرة وحصد الثلاث نقاط والفوز 3-2، المقاولين العرب زي ما قلت لحضراتكم مع الكابتن شوقي غريب والفوز 1-0 على أسوان، البنك الاهلي وما زالت النتائج على غير المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي للبنك الاهلي، وفوز الاتحاد السكندري 3-2 بعد ما كان يمكن النادي البنك الاهلي متقدم 2-0، بيراميدز ونتيجه 3-0 واداء اكثر من رائع امام فاركو، العليا كمان علامه استفهام، النادي المصري 1-1 مع غزل المحله، سيراميكا والهزيمه من سموحه 2-0. ده كان نتائج المباريات الاسبوع. كمان لو عندنا
عايزين نشوف كمان هدافين الدوري المصري، يعني نشوف كمان لغايه دلوقتي مين هدافي الدوري المصري. احمد الشيخ طبعا لاعب غزل المحله بثمان اهداف، رفيق كابو بخمس اهداف، طبعا لاعب انبي لاكاي بخمس اهداف، واحمد السيد زيزو بخمس اهداف، ومابولولو بخمس اهداف. الحقيقه احمد الشيخ كمان ثمان اهداف، على معدل جيد جدا بالنسبه للاعب غزل المحله. دي كانت طبعا جدول الترتيب لدوري او لمسابقه الدوري المصري بعد الجوله ال 14 وكمان الهدافين. نروح سريعا جدا جدا معانا بعض الاخبار، صوره وخبر. الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر. الاهلي فاز على سموحه 3-1. الكابتن محمود الخطيب يشكر الرئيس السيسي ويشيد بجهوده الكبيرة لمصلحة الوطن. الأهلي يعلن عن التحالف الاستراتيجي مع العرجاني جروب. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة التحقيق في الأخطاء التحكيمية. وفد الفيفا والكاف يزور النادي الأهلي تمهيدا للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي. الأهلي يتابع ترتيبات كأس العالم للأندية. اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجتمعان مع لجنة الحكام برئاسة كلاتنبرج. وفيفا يغرم الإسماعيلي 1,360,000 دولار بسبب دييجو فرناندو. مفيش شك طبعا أن زي ما بقول لحضراتكم عنوان كان كبير جدا، وحديث للرئيس عبد الفتاح السيسي ما بين قوسين على لا للتعصب. والحقيقة بستغل تاني وأكد تاني في قناة النادي الأهلي، هو الهدف الأكبر دوري تكسب، مباراة تكسبها، مباراة تخسرها. ولكن طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو للا التعصب في جميع المجالات، وطبعا الرياضة ليست بعيدة عن الاهتمامات السياسية، وهذا ما أبلغه وكان على قائمة طبعا احتياجات وقائمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشكورة طبعا جريدة الوطن بعنوان عريض زي ما شايفين حضراتكم، لا للتعصب. وهذه الرسالة إن شاء الله تكون واصلة لكل من يهتم بالرياضة المصرية، وأنا حددت طبعا على مستوى الإدارة، على مستوى الجماهير، على مستوى اللاعبين، لا للتعصب. دي رسالة النادي الأهلي والمحترف في الدوري المصري لكل يعني مسؤولي الرياضة. هنطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل معانا نجمين من نجوم النادي الأهلي الكبار في الزمن الجميل، الكابتن عادل تعيمة والكابتن شريف عبد المنعم. بعد الفاصل رجعنا مع حضراتكم علشان نرحب باثنين من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي ايام الزمن الجميل. نرحب بيهم هنا في اول يعني برنامج مئة في المحترف في الدوري المصري. نرحب بكابتننا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، او طبعا كابتن عادل تعيمه طبعا، يعني اللي كان واحد الحقيقه من كمان المدربين اللي شرفت بالتدريب معاهم وانا في قطاع الناشئين، ورمز كبير من رموز النادي الاهلي. كابتن عادل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا هاني، والحمد لله على سلامتك، وعرفنا ان كان عندك كورونا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ترافولتا الكره المصريه ونجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، ومنورنا. مبروك، وحاجه جميله جدا، وبالتوفيق دايما كده. ربنا يخليك كابتن عادل، وحشنا ومنور الدنيا كمان يا كابتن. الله يخليك. طبعا مباراه النادي الاهلي والزمالك كابتن عادل، كنت يمكن اتكلمت في الانترو، وحابب برضو حضرتك تتكلم عن، هنتكلم فنيا ونتكلم على الارقام، لكن رؤيتك لمباراه النادي الاهلي والزمالك بكره في يعني ديربي بيتابعوا الملايين والملايين سواء داخل مصر او خارج مصر. ونقطه اللي انا اتكلمت عليها ان احنا نبدا مرحله جديده من عمليه لا للتعصب
ونبدأ مرحلة جديدة قد نمحي جزء من الصورة السيئة اللي وصل للخارج للرياضة المصرية والكرة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا احنا اللي انت حضرتك بتقوله ده بنقوله بقالنا 30-40 سنة لا للتعصب. مش هينفع من غير ما يبقى فيه ثواب وعقاب. صدقني والله في الخارج وانت طبعا راجل لعبت بره في لحد بيغلط يا اما بيخش الملعب يا اما بتوقف يا اما اللي هم شغالين في البرامج الرياضيه لو واحد بس اتحاسب وعمال يدي سموم للناس. احنا كلنا مصريين صحيح. بنلعب لعبه للمتعه صحيح. كره قدم يعني متعه ما لهاش حاجه ثانيه. البطوله بناخدها خلاص في الدولاب بس انت بتمتع الناس وبعدين بتدي صوره للعالم كله ان مصر فيها كره قدم عاليه جدا. النادي الاهلي سابق برشلونه في الترتيب يعني 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 انت في الترتيب اللي عاملينه واخيرا النادي الاهلي في يمكن 17 عالميا على مستوى العالم. برشلونه 20 مانشستر يونايتد 53 او 56 فيعني فمعناها وطبعا الزمالك برضو ماشيين ثالث افريقيا. فهي رياضه تنافسيه. السوشيال ميديا والمواقع والاعلام والصحفيين اي حد بيغلط في انسان مصري يبقى في قضيه ترفع عليه قضيه او يتشطب او يتوقف. مش هينفع لا للتعصب زي برضو مثلا اي حاجه في المرور لا مش هينفع صحيح على جميع المستويات. كابتن شريف ويعني كمان عايزين نرجع تشرح لنا الاجواء في الديربي ما بين النادي الاهلي والزمالك في الثمانينات والسبعينات اواخر الثمانينات كان الاجواء عامله ازاي والعلاقه ما بين الجماهير عامله ازاي والعلاقه ما بين اللاعبين عامله ازاي وقد ايه الى حد ما السوشيال ميديا لما دخلت الامور تغيرت للاسف للأسوأ يعني. لا بص كابتن زمان كان الملعب كله اهلي وزمالك الاثنين مقسومين وكنت تلاقي شريط واحد عساكر كده وشريط ما فيش اكتر من كده في الامن والامن العادي اللي هو بيبقى موجود ولكن هما كانوا بيتغنوا بيطلعوا اغاني لبعض واحنا بننزل نسخن ما كانش عندنا حاجه ضد ما كنتش بشوف حد من الزمالك بيشتمني مثلا او الاهلي او حد من جماهير الاهلي كل مهتم بفرقته كل مهتم بتحفيز وتنشيط فرقته كل مهتم باليوم ده انه يكون ليه هو فبالتالي الاحساس بالجماهير وانك باحساسك انت والمسؤوليه اللي انت تجاهك تبع الجماهير وتبع النتيجه بتبقى محدده بتبقى مركز في المنطقه دي بس. حكايه السوشيال ميديا واللي بيحصل ما دي كلها هاني بتتلغي يا كابتن في الماتشات الدوليه في الماتشات المنتخبات ما احنا او ما بيتسند لنا او ما بيتسند بطوله 23 سنه وبنشوف احسن تحضير لبطوله شفناه على المستوى الجماهيري والجماهير قاعده مع بعض كله بيشجع قاعده مع بعض وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيشجعوا مع بعض وبقلب كل حاجه لا انا عارف مين اهلاوي ولا زملكاوي ولا محلاوي ولا كله ايد واحده. اذا بعض الاشخاص اللي انتوا اتكلمتوا عنها في السوشيال ميديا اللي هي بتحاول يكون لها وجود وابراز شخصيتهم هي اللي بتعوق الحكايه بس وبتنتسب لمين بقى؟ يقول لك ده فلان وده فلان وده فلان ده من هنا صحيح. وده من هنا فلازم يبقى فيه وعي والوعي ده كمان زي ما اتكلمت مع حضراتكم ان هو ده دور مهم جدا جدا وكان سبب واضح وصريح من اهداف هذا البرنامج المحترف في الدوري المصري. ويا ريت نلاقي تاني صوره الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاته هم رايحين يحيوا الجماهير تكون موجوده ويا ريت زي ما قلت لحضراتكم زي ما اللاعبين والاجهزه الفنيه بتسلم على بعض قبل المباراه كمان يتجمعوا ايا كانت النتيجه فوز الاهلي الزمالك يتجمعوا في وسط الملعب ويسلموا على بعض. صدقوني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا جدا ورسائل للجماهير. كابتن عادل عايز اتفضل. اولا في الستينات والحاجات دي بتيجي دايما في الارشيف اللي موجود في التلفزيون بيلاقي نادي الزمالك بيلاعب فريق انجليزي توتنهام او الفرق اللي هي بيبقى جايبها من انجلترا بياخدوا الكابتن صالح بياخدوا الكابتن طه بياخدوا الكابتن عادل هيكل وبيلعبوا في نادي الزمالك. نفس القصه برضو لما الاهلي بيلعب بنفيكا واخد
من الترسانه ومن المصري. واحنا جبنا علي ابو جريشه مره احنا لسه شايفين حتى امبارح على مستوى مثلا المملكه السعوديه الهلال والنصر عاملين فريق بيلاعب باريس سان جيرمان. كان ده موجود زمان، صوره مشرفه جدا يعني. فريق يعني فريق مختلط ما بين يعني نجوم الاهلي والزمالك، كانوا بيلعبوا فرق على المستوى الاوروبي. انا نفسي ان الصوره دي هي اللي تتصدر، هي العناوين دي اللي تتصدر، مش عناوين الاثاره ويعني زي ما بنقول كده التحريض وكل دوت. للاسف غايب عن الـ حتى على مستوى مش كل الناس على البرامج التدريبيه يعني على طول. في ودنا اللي انتوا استحضرتوني انت وكابتن محمد يحيى امام وطه اسماعيل، يعني فاكر الماتش اللي كان بيتلعب في استاد الزمالك، في استاد الزمالك طه اسماعيل ومحمد يحيى امام كويس وعادل هيكل صحيح، يعني هم دول في السبعينات الاهلي والزمالك. في السبعينات يا كابتن في ملعب دي فكهه الدنيا كلها صحيح. في ملعب النادي الاهلي منتخب المانيا لعب منتخب الاهلي والزمالك في استاد الاهلي. الاسماعيلي اللي الناس بتوقع بيننا وبين الاسماعيلي، الاهلي والاسماعيلي بيلعب سراييفو في استاد الاهلي والجمهورين قاعدين بقى مع بعض. مش هيحصل غير لما يبقى فيه هناك ثواب وعقاب، ومن امن العقاب انا مع حضرتك، من امن العقاب انا مع حضرتك مليون في المية. والاهم من ده كمان ان يكون في يعني رسالة واضحة في البرامج الرياضية، وعلى دور للمسؤولين بشكل واضح، دور للإدارة الفنية للاعبين والجماهير، ان احنا نظهر ايجابياتنا، نظهر فعلا الروح الرياضية. ايا كان تكسب تخسر، دي كورة رايحة جاية، هتاخد بطولة هتخسر بطولة، ولكن يبقى في الاخر سمعة الكرة المصرية والرياضة المصرية المتمثلة دائما في قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك. اتكلمنا عن النقطة دي وكان مهم جدا نتكلم عليها، لكن كمان عايزين نتكلم فني شوية على مستوى هذه المباراة. هنستقبل بعد شوية يمكن كمان عندنا على مستوى التحليل الرقمي والتحليل الفني أحمد بيومي، من الناس يعني القادرة والمتعلمة بشكل كبير جدا على مستوى الإحصائيات أو على مستوى الأرقام، ونشوف مقارنات وما بين النادي الأهلي وبعض نجوم النادي الأهلي والزمالك وتوقعاته إيه للمباراة القادمة على المستوى الفني. هناخد بعض الأرقام من كده وكمان هنناقشهم مع ضيوفنا، لأن كمان عندنا نجمين كبار بحجم الكابتن شريف والكابتن عادل لازم كمان نتكلم معهم فني. نرحب بطبعا أحمد بيومي، هيكون موجود معنا طبعا في فقرة إن شاء الله تعجب حضراتكم. احمد مساء الخير عليك. مساء النور عليك، منورنا ومشرفنا. ليا الشرف طبعا اكون موجود مع حضرتك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي وباولى حلقات برنامج المحترف الدوري المصري، وطبعا برحب بكابتن شريف وكابتن عادل. شرف ليا طبعا اكون متواجد معاكم. منور منورنا يا احمد، وزي ما اتكلمت يمكن انا خدت الجزء الاولاني بشكل معين، لكن خلينا نرجع للغه الارقام والاحصائيات بالنسبه لمباراتي يعني مباراه النادي الاهلي وقمه يعني الكره المصريه ان شاء الله بكره. محضر لنا ايه بالنسبه للنقاط وعايز تبدا بايه؟ عايز تبدا بشكل النادي الزمالك اللي يمكن بعض الناس بتتكلم على ان غريرة اشتغل بطريقتين لعب، بطريقه 4 3 3 في بعض الاحيان، واشتغل بوقت اخر ب 3 4 3. ف ابدا هتبدا بايه معانا النهارده؟ طبعا في البدايه يمكن مباراه القمه يمكن دايما في عنوان خاص بيها، وهي دايما بتظل مباراة خارج التوقعات. صحيح. حتى لو كان في بعض المعطيات اللي بتدل ان ممكن يكون في كفة فرقة تكون ارجح من فرقة تانية، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان نادي الزمالك مثلا يمكن اخر 5 مباريات ما فازش غير في مباراة وحيدة. صحيح. على العكس طبعا النادي الاهلي يمكن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباريتين، فده برضو ما بيأثرش او ما بيكونش ليه الكلمة العليا، لان في امور تانية برضو بتدخل في الحسبان، زي مثلا الضغط النفسي، التركيز اللي مطلوب من اللاعبين، في حاجات كتير بتاثر مش مجرد نواحي فنيه بس. بعض الغيابات وهنتكلم بعض الغيابات طبعا ممكن تاثر طبعًا على الشكل الفني للمباراه يعني. فدايما هي دايما هتظل مباراه خارج التوقعات، ولكن هنبتدي بقدر الامكان ان احنا نحلل خلال الفتره الاخيره للنادي الزمالك ايه اللي حصل. يمكن خلال اخر 5 مباريات ممكن نستعرضهم، وليه احنا اخترنا اخر 5 مباريات؟ علشان هي دي المباراة اللي تم فيها تغيير الخطه من 3 4 3 ل 4 3 3 عن طريق المدير الفني كابتن غريرة طبعا. وخلال الخمس مباريات ديت احنا لو استعرضنا تاثيرها
على من خلال من على الفريق من خلال النتائج يعني. بالظبط، هنلاقي ان مفسك مباراه وحيده هي مباراه الاسماعيلي، وخسر مباراه اسوان، وتعادل في ثلاث مباريات، يمكن منهم طبعا مباراه بيراميدز طبعا انتهت بالخساره، ولكن كان تعادل خلال 90 دقيقه صحيح. عشان كده بتدرك ضمن التعادلات. وخلال الخمس مباريات دي خلينا نشوف تاثيرها على النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه فنيا. طيب. هنلاقي برضو لو استعرضنا الجدول اللي بيدل على المعدل العام لفرقه نادي الزمالك خلال الخمس مباريات، هنلاقي في النواحي الهجوميه معدل استحواذهم وصل ل 60%، طبعا ده رقم مرتفع، ولكن حضرتك لازم حضرتك اكيد ان احنا متفقين في النقطه دي، ان الاستحواذ ما هو الا وسيله وليس هدف، بمعنى ان مش لازم الفرقه عشان عندها استحواذ كبير ان بقى هي صحيح. ليها الكلمه وانها تحقق الفوز بالظبط. ويمكن عندنا اكبر مثال لده كان فرقه وادي دجله. وادي دجله كانت من اكبر فرق في الدوري بتعمل استحواذ، ومعدل تمريراتها بيعدي 650 تمريره، ومع ذلك وادي دجله هبطت درجه ثانيه. يعني عمليه الاستحواذ مش هي المقياس بالزبط. يعني اللي تقيس بيه الفرقه على مستوى الفوز بالمباريات او لا يعني اكيد بالزبط. تاني حاجة ممكن نستعرضها من خلال الخمس مباريات غير الاستحواذ، هنلاقي او الاكسبكتد جول، الاهداف اللي كانت متوقعة من الزمالك انه يحرزها، هنلاقي ان هو كان متوقع انه يحرز تقريبا خمس اهداف، برضو يعني بمعدل تقريبا هدف كل مباراة، زي ما حضرتك شايف الاهداف المتوقعة خمسة، يعني معدل هدف واحد كل مباراة، وده طبعا يعتبر رقم قليل جدا هجوميا. صحيح. على برضو ولو جينا بصينا الفرق ما بين الاهداف المتوقعه والاهداف، هنلاقي ان الفرق بينهم يعني هم حققوا ست اهداف، ولكن الاهداف المتوقعه كانت خمسه، اذا في المجمل برضو يعتبر كهجوميا ده يعتبر معدل منخفض جدا هجوميا. صحيح صحيح. طيب ممكن برضو ننتقل لنقطه ثانيه، نشوف تاثير بقى 4 3 3 على النواحي الدفاعيه. كده احنا شفنا على النواحي الهجوميه، يعني على النواحي الهجوميه بتتكلم ان 4 3 3 لم يكن لها التأثير الايجابي بالزبط. على النواحي الهجوميه النواحي الدفاعيه هنلاقي برضو في النواحي الدفاعيه هم دخل فيهم خمس اهداف، وكان متوقع من الاهداف المتوقعه كان متوقع يدخل فيهم اربعه، بل بالعكس دخل فيهم اكثر من الاهداف المتوقعه. طيب ده راجع لايه؟ ده راجع ان انا في تكتيك معين المدير الفني بيعمله، وخط الدفاع بالكامل مش قادر ان هو يستوعب التكتيك دوت، وبالتالي بيحصل ان بيبتدي تعلى معدل الاهداف اللي تدخل مرماه. بتتكلم على مستوى البيلد اب، على مستوى البيلد اب بالظبط، يعني بيحصل فيه اخطاء كتير. بدايه الهجمات، بدايه الهجمات الزمالك عندهم بالزبط. مشكله في هذه الجزئيه بالظبط. ويمكن اسمح لي برضو ان نوضح ايه المقصود بكلمه الاهداف المتوقعه، عشان ده يعتبر لفظ متداول كتير اليومين دول. طب الاهداف المتوقعه عباره عن ايه؟ هي باختصار شديد هي القدره على ترجمه المحاولات على المرمى لهدف، وكل حاجه من الاهداف المتوقعه دي بتاخد درجه معياريه. صحيح. بمعنى انا لو انا مواجه للمرمى وانا دلوقتي في نص المرمى بالظبط باخد درجه معينه، طب لو انا بعمل محاوله خارج المرمى باخد درجه اقل شويه، على الجناح متجنب شمال او يمين، انا قدامي في بلوك قدامي ولا انا مني مباشره للمرمى، كل دي بتاخد درجه معياريه عشان انا في الاخر اقول ان الاهداف المتوقعه لنادي الزمالك النهارده كانت خمسه او سته او سبعه. طيب نرجع تاني بقى، اذا الاهداف المتوقعه في النواحي الدفاعيه لنادي الزمالك برضو دخل فيهم خمس اهداف معدل كبير، يعني انت بتتكلم 4 3 3 كانت بشكل سلبي على اداء الزمالك سواء بالزبط. على المستوى الهجومي او على المستوى الدفاعي بالظبط. طيب ده هيطرح سؤال، وبعض الناس بتقول قد يكون بكره في تغيير في تلك الخطه ويرجع تاني فيريرا ل 3 4 3، هل متوقع هذه يعني متوقع من خلال رؤيتك؟ واحنا عرفنا كمان اعتقد خلال القائمه اللي نازله لنادي الزمالك غياب يمكن عبد الله جمعه وفتوح عن القائمه، وبالتالي قد يكون حل من الحلول التكتيكيه لبيريرا انه يلعب 3 4 3 3 4 3 عشان يبتدي بقدر الامكان يامن الناحيه الدفاعيه ويدافع بخمس لاعبين، بل بالعكس ممكن برضه يدافع بست لاعبين لو نزل برضه دونجا، سواء الارتكاز ينزل ما بين الاثنين المدافعين سواء عبد الغني او حمزه عبد الغني او حمزه المسلوسي بالظبط، عشان يزود النواحي الدفاعيه. طيب لو احنا جينا بصينا برضو في عندنا طريقه اللعب بتاعتهم سواء 4 3 3 او 3 4 3، الاثنين كانوا في مباراه بيراميدز، سواء في مباراه بيراميدز في الدوري او في مباراه بيراميدز في الكاس. صحيح. كان هو جرب الطريقتين، عندنا اول طريقه مثلا اللي هي 4 3 3 هنلاقي دي المباراه الاخيره بالزبط. دي المباراه الاخيره بالظبط، هو بيلعب هنا 4 3 3 بس في نقطه سلبيه احنا المفروض ان احنا نستغلها، هنلاقي دونجا بينزل من منتصف الملعب، هو اللي ينزل ما بين قلبين الدفاع عشان يبني الهجمه، هو اصلا المفروض ان 4 3 3 الغرض منها ان انا عاوز اعمل كثافه في نص الملعب، فانا كده خسرت واحد. طيب المفروض النادي الاهلي يستغلها ازاي؟ بقدر الامكان يبقى الخط الدفاع الاول للنادي الاهلي هو المهاجم بتاعه، سواء كهربا سواء شادي حسين سواء محمد شريف، يبتدي هو يضغط من اعلى علشان ما يديش فرصه لنادي الزمالك انه يعمل البيلد اب براحته. صحيح. وزي ما احنا شايفين كمان في الصوره ان دونجا تقريبا واقف ما بين السرد باكين، وبالتالي بالزبط. اللي عمله كمان بيراميدز في المباراه ان هو ضغط الى حد كبير ضغط عالي بالظبط، ضغط عالي عشان ما يديش فرصه انه يعمل بيلد اب براحته بالظبط.
ده بالنسبه ل 4-3-3. ممكن برضو نستعرض الفيديو الثاني اللي هو لعب فيه ب 3-4-3 وازاي نشوف ان احنا ممكن نستغل النقطه دي وازاي نهاجم عليه في 3-4-3. هنلاقي في 3-4-3 برضو هو بيحاول بقدر الامكان يعمل بيلد اب براحته من تحت. بعد كده هنلاقي مع كل لعيب من الثلاثه الارتكاز كل لعيب لازم يكون ضاغط عليه اي الاجنحه بتاعتك او عندك المهاجم لازم يكون ضاغط عليه بحيث ان انا ما ادوش فرصه ان هو يعمل البيلد اب بتاعه صحيح. وبالتالي يلعب الكره الطوليه وبعد كده الكره او السكند بول لازم تكون ايه اكيد ما هي دي اللي بنتكلم عليه. طبعا لازم يكون وبرده الساده المشاهدين لازم يفهموا يعني ايه عمليه الضغط العالي. الضغط العالي زي احنا شايفين كان في الصوره ان كل اللاعبين بتضغط عالي، لكن ليها دي ليها ايجابياتها وسلبياتها. ايجابياتها ايه؟ انك لو قطعت الكوره في مكان الضغط اعتقد هتكون قريب جدا جدا من احراز هدف لانك هتكون قطعت شوط كبير وقريب من ال 18. الجزء الثاني الخطر بقى انه هيستغل او لو ضغطت عليه ضغط عالي هيبدا يلعب كوره طويله. طب الكوره الطويله ديت هتبقى مهمه جدا للتمركز بالنسبه للمدافعين وخط النص، ومهم جدا كمان الكوره الثانيه، الكوره الثانيه اللي راجعه ديت هتكون لاحد لاعبي النادي الاهلي او لنادي الزمالك. وبالتالي الناس بتتكلم الضغط العالي مجرد ضغط عالي وخلاص، لا في شغل كمان لخط النص، في شغل كويس قوي وتركيز عالي جدا من خط الدفاع، لان وارد جدا ان الكره الطويله ديت تروح لواحد مش مراقب بشكل كويس او من مساحه فاضيه وبالتالي قد تسبب الخطوره. بيومي لوقتنا معلش طبعا انت يعني كنت محضرين حاجات كتير أكتر. ولكن يعني بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا كابتن. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. هنطلع لفاصل سريع ولا طيب؟ شكرا احمد وان شاء الله متواجد معانا دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا. شريف الحقيقة بيومي ادى بعض النقاط وبعض الإحصائيات في طريقة لعب نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت سواء على مستوى 4-3-3 أو على مستوى 3-4-3. هبدأ بكابتن عادل، هقول لك توقعاتك إيه بالنسبة لفيريرا في تشكيلة نادي الزمالك بكرة. يمكن القائمة الرسمية خرجت لنادي الزمالك غياب فتوح وعبد الله جمعة مش متواجدين في قائمة النادي الزمالك، هل ده هيدفع فيريرا للعب بطريقه 3-4-3 او هيعدل شويه في خط وسط نادي الزمالك؟ من رؤيتي وطريقه ادائه هو دايما بيبقى حريص ان هو وخاصه في التوقيت ده ان هو بيامن الجانب الدفاعي فبيلعب بثلاثه لانه ما عندوش حد في الطرف الشمال وبالتالي هيلعب ب3-4-3. فطبعا دي الطريقه ديت ممكن جدا بتفيد النادي الاهلي في الاداء، وخاصه زي ما احنا قلنا الماتش اللي فات ماتش الاهلي الاخير الاهلي وسموحه الاهلي وسموحه قلنا ان الاهلي هيلعب 4-3-3 ولله الحمد لعبنا بنفس الطريقه ديت، وقلنا ان الطريقه دي ما هيش طريقه دفاعيه، دي طريقه هجوميه، ان الثلاثة اللي في نص الملعب بيبقى عبارة عن مثلث مقلوب، بيبقى فيه قدام السردباكين في ديفندر وفي اثنين ديفندر بس عندهم الصفات الهجومية والدفاعية، فانت بيبقى عندك تقريبا خمسة دائما في وسط الملعب الى جانب الاثنين الاطراف اذا كان فلان او فلان بيسقطوا كمان صحيح. فدي بتبقى كثافة عالية جدا في وسط الملعب وفي توازن ما بين الجانب الهجومي والجانب الدفاعي. كابتن شريف شايف ننقل للنادي الاهلي وشايف الانسب طريقه لعب، احنا كلنا كنا يعني سعداء جدا بالاداء النادي الاهلي المباراه اللي فاتت، ايه النقط اللي حضرتك شفتها ايجابيه ولازم نمسك فيها واللعيبه تمسك فيها والجهاز الفني يمسك فيها وتتواجد ان شاء الله في مباراه نادي الزمالك، وايه الحاجات اللي انت شفتها قد تكون يعني سلبيه في مباراه نادي الزمالك على النواحي الفنيه؟ لا هو بالنسبه لي انا الايجابيات اللي كانت موجوده في المباراه اللي فاتت ولازم تستمر في مباراه نادي الزمالك ولازم تستمر اللي هو عنوان التفوق. عنوان التفوق بيبقى عباره عن ثقه اللاعب اولا بنفسه، يعني لما يكون عندك كهربا بقاله 8 اشهر على الاقل ما لعبش وبينزل بيثق في امكانياته وتحركاته داخل الصندوق او داخل منطقه العمليات اللي احنا بنتكلم عليها، ناهينا عن طريقه 4-2-3-1 اللي احنا كنا بنلعب بيها. يعني دي كان في محمد فخري هو عامل شكل الفلكسبيليتي ادوار عمرو السوليه تقريبا شويه الايه ادوار عمرو السوليه شويه لا بس هو كان عامل عمل عنده من
كمل جري اللي هو يقدر يبقى معاك ديفندر ويبقى في نفس الوقت حلقه وسط. بوكس تو بوكس يعني. بوكس تو بوكس في نفس الوقت سنه بيسمح له بالشكل ده، ولكن ينقصه الاستمراريه في اللعب ودخول لغايه ما هتطلع الكوره. طبعا اللي عنده في الاخر اعدام الناس بتثق فيه وعارفين امكانيات عنده، بيعرف يشوط كويس قوي، بيعرف عنده رؤيه، عنده الحته اللي انا عايز اقولها لك ايه، ثقه اللاعب بنفسه بترجم حاجات كتير جدا. اللي بيدل على كلامي انا حسين الشحات، ثقه اللاعب بنفسه بيدي الامكانيات والفرديات اللي عنده بتوصلك في اي حته، كاسيست، كاحراز اهداف، ككل شيء انت بتبقى محتاجه عشان تخلي الشكل اللي هو الدفاع بتاع اي فرقه بتلعب بقى 3 4 3 بيطلع لك 4 3 3. هم لما بيلاقوا عندك شكل من التحركات للاعبين مع اللاعبين الاخرين والتغييرات والسويتشات اللي بتحصل دي، هو مفيش اكتر من كده، حاله بدنيه عندك والكره بتاعتك موجوده، اطرافك موجوده. صحيح. بقيت عندك الميزه في مباراه سموحه الزياده العدديه جوه 18، انت مش محتاج اكتر من كده. صحيح. الثقه بالنفس اللي هي موجوده قبل مباراه الزمالك دي عجباني، عجباني انها بتفرق كتير قوي مباراه الزمالك. احنا زمان لما كنا عندنا ماتش الزمالك بكره يا كابتن عادل كان بيبقى بالنسبه لنا مبسوطين. صحيح. مبسوط امتى وانا مش متعور؟ أيوة. وانا حالتي البدنيه جيده جدا. ان شاء الله كل لعبتنا ربنا، وكله خدت بالك، ربنا يحافظ عليها. وعايز يعني قبل من سابل طبعا كابتن ناصر عباس معانا عشان الفقره التحكيميه، عايز ازود كمان على حضرتك استغلال الفرص. طبعا استغلال الفرص كان نموذجي. الضربات الثابته في الكرات الثابته يعني في عوامل كثيره جدا ان شاء الله يستغلها النادي الاهلي لصناعه الفارق باذن الله، على راسها التركيز، على راسها الاصرار، على راسها الالتزام. وكان من كمان من العوامل الجيده جدا جدا هي الكثافة العددية داخل منطقة ال 18 لاعبي النادي الأهلي. يعني كل التوفيق للنادي الأهلي. عايزين نستقبل مع حضراتكم طبعا كابتن ناصر عباس يعني خبيرنا التحكيمي، هننزل كمان نتكلم معاه في حكام يعني المباراة القادمة، مباراة الغد ما بين النادي الأهلي والزمالك، رؤيته إيه على المستوى الفني وعلى مستوى شخصية الحكم. نستقبل مع حضراتكم الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر مساء الخير عليك، منورنا ومشرفنا كالعاده في قناه النادي الاهلي وفي برنامج المحترف في الدوري المصري. مساء الخير على حضرتك. تحياتي للكابتن هاني وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي المتابعين ومشاهدين البرنامج، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن عادل تيامه والكابتن شريف عبد المنعم. منور كابتن شريف. تحياتنا يا كابتن، منور الدنيا دايما. الله يخليك كابتن. كابتن ناصر خلينا نتكلم، انا عارف كنا محضرين بعض الحالات ولكن يعني دي الوقت حضرتك نتكلم على حكام او حكم مباراه الغد امام نادي الاهلي ونادي الزمالك. فنيا ازاي بتشوفه كمان على مستوى الشخصيه، وده مهم جدا. انا متابع حضرتك ودايما بتتكلم على شخصيه الحكم، شايف طاقم التحكيم بكره ازاي من وجهه نظرك الفنيه وعلى مستوى كمان الشخصي؟ كابتن هاني عايز اقول حاجه مهمه جدا. الحكم سلوفينيا حكم يعني راح كاس عالم وليه خبرات كبيره جدا، 44 سنه حكم من الحكام اللي لهم خبرات كبيره جدا. يمكن هو مش كل حكم يروح كاس العالم كابتن هاني بيبقى يعني هو الافضل، ولكن هو راح لعب مباراه الارجنتين والسعوديه، لعب مباراه انجلترا ويلز، المردود ما كانش هو ده المردود اللي احنا بنامله في حكم في كاس العالم. ولكن عايز اقول ان التحكيم ملوش كبير، ورساله للحكم سلوفينيا ان مباراه بكره مباراه كبيره جدا جدا، ادائك يعني المفروض نشوف اداء افضل في مباراه النادي الاهلي، مباراه كبيره على سلم الترتيب مهمه جدا جدا. عنده شويه حاجات كده كابتن هاني، سريع جدا في الانذارات، يعني الانذارات دي ليها حسابات خاصه في المباريات الكبيره. بتمنى ان هو بكره يكون حكيم، الانذار يطلع في ميعاده طبقا للقانون وطبقا لمفهوم قانون كره القدم. ده ينعكس، حضرتك بتتكلم عن نقطه مهمه جدا، ينعكس على الاتيتيود بتاع لاعبي النادي الاهلي. لازم يعرفوا ان الحكم سريع الانذارات، وبالتالي عمليه الديبيت او الكلام مع الحكم بشكل مستمر قد يستفز الحكم ويطلع له كارت اصفر، وبالتالي ده كمان بينعكس على كمان تعامل اللاعبين داخل الملعب مع هذا الحكم. كلمه مهمه جدا ورساله للنادي الاهلي للاعبين، هناك فرق بين انك انت تلعب بروح، برجوله، بحماس، وليس بتهور واستخدام قوه زايد. مهم جدا، ممكن العب بروح وقتال وحماس انما ابعد تماما عن التهور واستخدام القوه زايد، لان الراجل ده كروته كتيره وانا مش عاوز في بدايه اللعب ان انا لاعب ياخد بطاقه ثم بطاقه تبقى مشكله. وبعدين ما تقلقش يعني انت كلاعب
الكلام ما ياثرش فيك، اللي احنا بنقول البطاقه بتتاخد على التهور والقوه الزايده. العب كلاعب طبقا لكره القدم بمفهومها، الحماس موجود والروح موجوده، ولكن نبعد عن التهور واستخدام القوه الزايده. ده الكلام اللي بيتكلم على الحكم، ان زي ما قلت النهارده في مباراه الارجنتين والسعوديه لا كان اداء الحكم ما كانش على المسؤوليه، اشهر بطاقات كتيره جدا جدا ليه. ده توتر علشان كان انطلاقه كاس العالم، ده يقول لنا ان يمكن شخصيته مهتزه، ما عندوش ثقه في نفسه. يعني ترجمه ده ايه؟ عدم وجوده او الصوره ما كانتش جيده في مباراه الارجنتين والسعوديه في كاس العالم. شوف كابتن، انا عاوز اقول لك الحاجه، شخصيه الحكم مش لسه باشهار الكروت. بقول الكلام ده لكل الحكام، ان مش انا هثبت شخصيتي بان انا اشهر الكروت كتير عشان اقول انا موجود، لا، شخصيه الحكم دي نتيجه القرارات الصحيحه ونتيجه قراءته للعب، نتيجه ان هو يتحمل مسؤوليه المباراه بالكامل. خلينا نتكلم في حاجه مهمه تاني، ان الحكم طول ما عندوش ثقه وطول ما هو خايف على الماتش بص تلاقي الانذارات كترت، ولكن انا بقول الحكم مش بالكروت، ولكن الحكم بادائك في الملعب. ادي قناعات لينا احنا كمشاهدين، ادي قناعات للاعبين داخل ميدان اللعب ان هم يكونوا عندهم يعني قناعات بك حكم، عشان ما يبقاش في اعتراض على التحكيم. نتمنى ليه بكره ان هو يعني يقدم لنا مردود كبير عن الاداء اللي هو قدمه في مباراه انجلترا، مباراه الارجنتين والسعوديه. الحاجه اللي انا عاوز اقولها تاني، ان احنا يعني بخصوص الحكم وبخصوص اللعيبه عاوزين نقول رساله ل على المستوى المحلي بقى، التحكيم في مصر كلنا يعني من خلال قناه النادي الاهلي احنا دايما ساندين وداعمين التحكيم بامانه، ويمكن القناه هنا بتقف مع التحكيم المصري. حتى لما بنيجي ننقد الحكام بننقد بشكل طبقا للقانون ومفهوم القانون، بنحاول نطور اساليب الحكام. انا بقول رساله لجلاتنبرج، من فضلك كابتن هان، انت كنت لاعب على مستوى عالي ثم تقلط بعد كده يعني خدت منصب مدير فني، السؤال هل حضرتك ممكن انك انت تدي تطوير اللاعبين من خلال انك انت تقعد في مكان عن طريق الاونلاين، ولا بتنزل الملعب عشان تشوف اللعيبه وتشوف اداء اللعيبه وتقدر تحكم على اللاعبين؟ انا بقول رساله لجلاتنبرج، التطوير التحكيمي شغل وجهد كبير جدا جدا، محتاجين نشوفك في الملعب عشان تقدر تقيم حكامك بشكل جيد، خاصه انك انت ما كنتش عايش الاجواء بتاعتنا ويعني بقالك اربع خمس اشهر. لما كنتش هتنزل الميدان اللعب وتشوف الحكام على مستواهم الفني والبدني تقدر تطور من ادائهم، هتبقى عندك مشكله. حاجة تانية، رساله، مش كل يعني اللي اتقال لك يا جلاتنبرج، خلي بالك ان المعلومه لما تيجي لابد انك انت تتاكد منها، لان اي معلومه مش هتيجي بشكل صحيح هتاثر على التحكيم والحكام، ودي مهمه جدا جدا. موضوع التعيينات يا كابتن، انا بتكلم بسرعه ولكن التفصيل عندي كتيره جدا جدا. موضوع التعيينات عندنا توفيق السيد موجود، وده اللي تم اعلان ان هو مسؤول توزيع الدوري الممتاز. توفيق السيد موجود، عندنا محمد فاروق النهارده نائب رئيس اللجنه. توفيق ومحمد فاروق، رساله لتوفيق، انت كنت حكم وتقلدت منصب رئيس لجنه حكام القاهره، خلي بالك يا توفيق، محدش اتدخل في شغلك وانا متاكد من كده. محمد فاروق عندك مهام كتيره جدا جدا جدا، انت نائب رئيس اللجنه، مطلوب منك انك انت النهارده تبقى مهتم بملف الحكام، تطوير الحكام خاصه في القسم الثاني، كمان ملف المقيمين اللي هم بيقيموا الحكام، اللي هم اصلا هم دورهم ازاي بيطلعوا الحكام الصاعدين للجنه الحقيقه الحكام. كابتن ناصر، يعني حضرتك اتكلمت في نقاط مهمه جدا ونقاط سريعه جدا، ولكن يمكن زي ما انا اتكلمت النهارده، هو من اهداف هذا البرنامج ان احنا بنحط ايدينا على السلبيات وبنحاول ندي الحلول من خلال حضرتك اتكلمت. انا كنت متواجد في اوروبا، ممكن جدا يكون عندي بعض المقترحات، حضرتك طبعا خبره كبيره جدا جدا، ودايما زي ما انت بتقول النادي الاهلي ورا الحكام المصريين بشكل ايجابي جدا، ولو كان في حتى بعض الملاحظات على الحكام المصريين بكل ادب وبكل احترام بيتبعت الى المسؤول في اتحاد الكره على الاستفسار عن هذه الاخطاء. الحقيقه ملف التحكيم ملف مهم جدا جدا، هنتابعه مع حضرتك هنا في المحترف في الدوري المصري ان شاء الله، وهيكون نحط ايدينا على السلبيات، وان شاء الله باذن الله كمان زي ما بنقول ان الكره المصريه لازم تتطور للامام. الكره مش هتتطور غير بعنصر مهم جدا جدا، هو عنصر التحكيم. كابتن هاني، طبعا باكد على كلامك، ان تاني بنقول ان قناه الاهلي النهارده بتدي درس، ان احنا النهارده مع التحكيم قلبا وقالبا بنساند
التحكيم، بس المفترض انك انت تساعد نفسك، عشان احنا لما بندي مساعده كابتن هاني بندي مساعده للحكم وللتحكيم عشان نشوف العداله التحكيميه متوفره عندنا في ملاعبنا، ونشوف عند يعني عاوزين نشوف حكم عندنا كابتن هاني يتواجد في كاس العالم اللي جاي. وده دي محتاجه كابتن، محتاجه مش زي ما بقول لحضرتك مش بتحضر بالسهل، لا دي محتاجه شغل كتير جدا جدا جدا، زي ما احنا يعني زي ما الجماهير بتقول وبنحلم ان احنا نروح كاس عالم ونعمل حاجه زي المنتخب المغربي ما عمل، نفسنا كمان يكون في حكم واثنين وثلاثه ان شاء الله متواجدين على الساحه العالميه في الفتره الجايه. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني، ونتمنى ان شاء الله في الحلقه الجايه هنعرض الحالات التحكيميه، وان شاء الله باذن الله هيبقى في احسن طاقم تحكيم على مستوى الجوله، وهنعرض بعد الحالات التحكيميه اللي هي الجدليه خاصه بالاسبوع ده مهم جدا اللي فات ان شاء الله، ده مهم جدا ولسه دي البدايه، وعندنا حاجات كثيره جدا وملفات اكيد حضرتك هتكون متواجد فيها معانا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا كابتن، بشكرك. شكرا عادل. كابتن شريف يعني سريعا جدا جدا كلمه بالنسبه للتحكيم، ودايما بنقول النادي الاهلي دايما دايما في ظهر حكامنا، لان دي يعني حلقه اعتقد هي الحلقه الاضعف في منظومه الكره في مصر. كلمه من حضرتك للتحكيم المصري وتوقعاتك لمباراه او نتيجه مباراه الغد ان شاء الله. الحكام بتوعنا بخير، الناس اللي بتضغط عليهم من اتحاد الكوره الضغط ده هيقف، لانك انت بتستفز 80 مليون مصري، الى جانب طبعا الفرق الاخرى اللي يعني بتظلم. انت قاعد سنه او سنتين لابد تعمل مردود طيب كاتحاد كوره، انك بتساند الحكام، انك بتقف جنبهم، والنادي الاهلي طول عمره بيساند حكامه، وبالتالي ما نتمنى لحكامنا لا تستجيب لاي ضغوط، لان سمعتك وسمعه اولادك ان شاء الله مهمه جدا. نتيجه المباراه توقعها كام كابتن بكره؟ ان شاء الله نكسب باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف توقعاتك لسيناريو المباراه سريعا ونتيجه المباراه. مفيش، كل تمنيات طيبه للنادي الاهلي ولاعيبته، نفس الشكل بنفس الروح اللي احنا بنلعب بيها، هي عنوان الفوز باذن الله. بالتوفيق بكره ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 ممكن بكره ان شاء الله. النهايه طبعا بشكر حضراتكم كابتن عادل طعيمه كابتننا الكبير، شكرا جزيلا. كابتن شريف عبد المنعم بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرك كابتن، مبروك وتوفيق، ربنا يخليك. شكرا. الشكر واصل لحضراتكم، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بكره، نقدم مباراه تليق باسم الكره المصريه وباسم النادي الاهلي الكبير، وان شاء الله يكون الفوز هو من نصيب فريق النادي الاهلي باذن الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله ميعادنا مع المحترف على مستوى الكره العالميه ان شاء الله يوم الاثنين الجمعه اللي جايه، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف في الدوري المصري.